ايه ازاي عامل ايه؟ تمام ايه الاخبار؟ تمام مالك في ايه؟ فيش اساسا متغدي بس عارف انا وشفت ايه الاخبار؟ كله تمام. ايه مش انت زازا؟ انا والله. انت مين؟ انا كونو. كونو؟ كونو مين؟ عشيق مها. ايه عشيق مها؟ ايه ده بس ايه ده؟ شكلك برضو سمعت الكلام كتير على البت. البت دي ناقص يتاكل عليها طعمية من الاخر كده، يعني كله عمل معاها اي حاجة. لو انت تخين محترم اسمع النصيحة من الفورمة بقى. مش انت تخين محترم؟ الحمد لله. تمام اخلع بدل ما تحاسب على المشاريب. بس انا ما شربتش حاجة. هتحاسب على المشاريب يا حبيبي. الله يحبك. دي فاكهة دي؟ ابقى عشان نحلي ايه بعد الغداء. شكرا يا زازا. مين؟ ايه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اعرفك بنفسي. عارفك. لا انت معرفتنيش قوي، يعني انت عرفت جزء بسيط، بس لسه في باقي جزء بسيط كده برضو. انا عشيمها. حتى بص الفيديو ده بتبوسني. ايه ما سلكتش حتى العيل الصغير؟ ما سلكش منها؟ وعيدك كده يا عم. نصيحة من اخ لاخوه، الحق نفسك قبل ما تدفع المشاريب. بس انا ما شربتش. هتشرب. انتوا ايه حافظين الجملة دي؟ يا ماما الحقينا ماما. الشاسمة عوج وطلعت رشة دواخل ومش فابريكا. يا اخويا يا فكك يا فكوك، البت دي طلعت مكوك وقلبها عداك كمان. وكمان مغيرة صالون وفرش. بصريح العبارة كده يا اخويا احنا جايين نفك الفتحة اللي اتقارت. هقول لك على الكبيرة. هو في اكبر منك؟ مغيرة شنطة. وبصي بقى يا اخويا معلش ما تاخذنيش، انا ابني كان عايز حاجة ملاكي، دي طلعت ميكروباص والموقف كله حاجز. موقف؟ وانتوا يا مؤاخذة بتتكلموا على ايه؟ عشان انا مش قاري الندى. لا يا اخويا اقرا معانا كده وفوق، احنا بنتكلم على اختك اللي سيرتها مشبره وماليه المنطقه. اختي؟ يعني انت عايزه ايه يا حاجه؟ عايزه افك يا اخويا. تفكي؟ لا تمام، وانا مرضى لكمش الخساره يا مورفين.